حيلة الجناح المكسورة، حيلة الجناح المكسورة. ماذا؟ يبدأ يقع، يفقد اتزانه لكي يبعد العدو عن إيه؟ عن عشه، عن صغاره، ويبدأ إيه؟ العدو يطارده، حتى إذا أيقن أنه ابتعد العدو كثيراً عن عشه وعش إيه؟ فراخه، طار في الهواء محلقاً. أجمل شيء اليوم في عهد النت يا أخواني، أي شيء أذكره لكم اذهب إلى النت وحتى اليوتيوب، أسهل شيء اكتب إيل، إي إي إيل، ها؟ إيل ثعبان البحر، هذا أسطورة، هذا قصته أسطورة. اكتب سكوا سوف تعرف، اكتب الكوكو وسوف ترى حلقات في البي بي سي وايلد لايف من أعجب ما يكون. كل هذا موجود، يدغدغ أذهان العلماء وخيالاتهم من أعجب ما يكون، غرائز، غرائز مركبة معقدة، من الصعب جدا تفسيرها بالانتخاب الطبيعي. غرائز مغروزة، غرزها الذي خلق، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. البنية غير قادرة على تفسير هذه السلوكات، البنية لا, لا, لا يمكن أن تفسر لك هذا. إذن ما الذي يفسر؟ هداية، هناك هداية، مصدر آخر لأخذ المعلومات والتحرك، هذا هو الروعة في القرآن الكريم. سأشرح هذا في آخر خطبة، في آخر الخطبة، بقول لك في آخر لسه.